لنقاش الموضوع رحب ضيفنا من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. سيد باسم مرحبا بك. بتصورك كيف بالإمكان تقييم أساس هذه الاتهامات الأمريكية لطهران؟ تحياتي لك بها. أولا هذه ليست أول مرة يتم فيها اتهام إيران بالوقوف وراء محاولات هجوم على أراضي أمريكية. كانت المرة الأولى سنة 2011 بتهمة إيران أو عملاء لإيران بالتخطيط لتفجير مطعم في واشنطن لقتل السفير السعودي أنذاك عادل الجبير. يجب أن لا ننسى أن إيران بعد مقتل قاسم سليماني وضعت قائمة ب 125 شخصية ودولة شخصيات أمريكية ودول أخرى منها إسرائيل والولايات المتحدة طبعا بقتل سليماني، ومن هؤلاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بامبيو وكذلك مستشار الأمن القومي جون بولتون. كان هناك أيضا محاولة لتخطيط لاغتيال بامبيو في هذه الفترة. يعني أعتقد أنه هذا فصل جديد من التوتر بين البلدين. يعني في الوقت التي تدرس فيه إيران مقترحات كما يقال قدمتها أوروبا عن التوصل لاتفاق نهائي حول الاتفاق النووي، ولكن هذا التوتر الذي تخشى أمريكا أن يؤثر على هذا الاتفاق، ولذلك هناك من يقول أنه في احتجاج أو خلافات داخل الإدارة الأمريكية وفي الأوساط السياسية والإعلامية هنا في الولايات المتحدة حول التأخر أو التأخير في تقديم لوائح اتهام حول المتهمين بالتخطيط لهذا الاغتيال. هل من تبعات أخرى ربما وردود فعل ملموسة أمريكيا على خلفية هذه الاتهامات، أم ربما يقتصر التحرك الأمريكي على الكشف عنها فقط؟ يعني يتوجب على الجهات القضائية أن تكشف عن المتهمين وأن تقدمهم للمحاكم، يعني لأنه لا يمكنها أن تواصل القول بأنها تحقق إلى ما لا نهاية. أنا أعتقد الآن إدارة بايدن في مأزق، لأنه مثل هذه المحاولة كما تعتبرها الدوائر هنا محاولة من أو عمل من أعمال الحرب، وإنها قضية إرهاب دولة وفق ما تراه الدوائر، ولذلك الإدارة الأمريكية في مأزق إذا لم تبادر إلى حل هذه القضية نهائيا وتقديم المتهمين إذا كان هناك متهمين موجودين على الأرض الأمريكية. حتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية القاتل المأجور كما يقال هنا الذي كان يخطط لاغتيال بولتون في مرآب منزله، ولذلك عليها أن إذا كانت تريد للكونغرس ألا يعترض على مسألة الاتفاق النووي أن تقدم الآن على حسم هذه المسألة. بتصورك لماذا الكشف الآن؟ ألا ترى بأن ربما هذا التوقيت محاط بالكثير من التساؤلات في ضوء استمرار محادثات فيينا وضوء وجود بعض المؤشرات على إمكانية إحداث اختراق؟ كيف بالإمكان الكشف عن هذا الأمر في هذا التوقيت؟ يعني أنا أعتقد أنه هي جاءت مصادفة، لا يوجد هناك تخطيط للتاريخ أو للتوقيت، لأنه العمل وقع في 2021 وليس الآن يعني، ولكن عادة مثل هذه التحقيقات تأخذ فترة طويلة جدا، مثل التحقيقات التي تجري مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في موضوع محاولة التشكيك بنتائج الانتخابات، وبالتالي هنا يعني يأخذون وقتا تفصيليا ويذهبون أبعد من ذلك، لأنهم يريدون الوصول إلى من يقف بالفعل وراء هذه محاولات الاغتيال أو محاولة الاغتيال. والمسألة يعني أنا أعتقد أنه التوقيت ليس مقصود به يعني أنه ما يجري الآن وربما يعني الاتفاق، ولكن ليس من قبيل الضغط لنقول، ولكن أنه صادفت أنه تم الكشف عن هذه المسألة في هذا الوقت بالذات.
الكشف عن هذه النشاطات وعن بهذه المحاولات لتنفيذ عمليات اغتيال، وعما قلت بأن الدوائر في واشنطن تراه بخطوات ترقى لإرهاب الدولة. طهران كانت طالبة طيلة الفترة الماضية برفع الحرس الثوري الإيراني عن قوائم الإرهاب. إلى أي مدى هذا الكشف وهذا المناخ السياسي الحاضر في واشنطن من شأنه فعلا وضع خطوط واضحة أمام عدم إمكانية إبداء واشنطن للمرونة حول هذا الجانب؟ يعني إذا قلنا أنه ثبت أن الحزب الثوري أو فيلق القدس يقف وراء محاولة الاغتيال، فيبدو أنه الآن من الصعب جدا إذا كانت الولايات المتحدة تفكر فعلا في إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، الآن لن يكون بإمكانها الإقدام على هذا الشيء، لأنه أنا حسب ما يعتقد أنه ما يعطل الوصول إلى اتفاق نووي هي هذه النقطة بالذات، لأنه إيران تصر على أنه من إذا 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 وافقت على نص الاتفاق النهائي فإن على الولايات المتحدة أن توافق على إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. هناك إذا كما قلنا الإدارة الأمريكية أمام اختبار صعب في مواجهة الكونغرس في موضوع الموافقة على الاتفاق النووي إن حصل، ولكن على ما يبدو فإن الأمور تتعقد باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي، يعني اقتربت من النهاية، ولكن هناك ما يحدث بشكل يومي ما يعطل هذا الاتفاق، سواء من خلال رفض إيران للشروط أو رفض النص الذي قدمته أوروبا، وأيضا الاشتراطات الأمريكية التي تقول أنه لا يجب على النظام الإيراني أن يقدم أي مشترطات أو أي شروط. بعد الجولة الأخيرة في فيينا عادت الأطراف المعنية والمتفاوضة للتشاور في عواصمها. بقراءة المناخ في واشنطن، هل نحن أمام جولة ربما كانت مختلفة عن الجولات الماضية، أمام بحث بدأ مختلفا عن بحث الأوراق والتصورات والمقترحات التي اصطدمت بالرفض طيلة الأشهر الماضية؟ يعني هنا الأجواء في واشنطن تقول أن الإدارة الأمريكية أصبحت جاهزة للتوقيع على اتفاق ما لم يكن هناك شروط كالتي تقدمها إيران، وبالتالي عندما قدم الأوروبيون أو من أو الممثل الأوروبي النص النهائي كما قال لهذا الاتفاق، يعني أنه عرض في البداية على الولايات المتحدة وافقت عليه ونقل إلى إيران. إيران هي التي الآن تدرس نصوص هذا الاتفاق وتريد أن تضيف عليها المزيد من ما يسمى بالاشتراط، ولكن كما هو معروف هنا الولايات المتحدة الآن موافقة على توقيع هذا الاتفاق بالنص الذي قدمه الممثل الأوروبي. شكرا، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.